الكونيكال فلاسك هنضيف 10 ملي مول من السيناميك اسيد في 6 ملي من الجلاشيليال اسيتيك اسيد. بعد كده هنضيف 8 ملي من البروماين اسيتيك سوليوشن في صورة 1.5 ملي كل 5 دقايق مع الرج القوي. مع اخر اضافة هنسيب الفلاسك لمدة نص ساعة مع الرج كل فترة. بعد مرور النصف ساعة هنضيف 50 ملي من المية وهنلاحظ اختفاء اللون البرتقاني. في النهاية هنعمل فلترة للناتج.